أهلا بكم إلى أخبار الساعة، وهذه العناوين. الولايات المتحدة تدرس رد حماس على مقترح الهدنة في غزة، وحماس تؤكد أن ردها يدعو لوقف الحرب بشكل تام. إسرائيل تغتال قائد وحدة النصر في حزب الله، هو أكبر قيادي قتل من حزب الله منذ 7 أكتوبر. إدانة نجل الرئيس الأمريكي في قضية حيازة السلاح الناري مع احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاما. عدد النازحين في السودان وصل إلى 10 ملايين مع تجدد معارك الفاشر شمال دارفور. أهلا بكم. لا يبدو أن الدخان الأبيض لهدنة في غزة سيشاهد قريبا. الولايات المتحدة أعلنت أنها تدرس رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة. قال البيت الأبيض العربية إن تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة يوقف القتال في كامل القطاع، وفيما أكدت حماس أن ردها على مقترح الهدنة يدعو لوقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام. جاء الرد القاطع من إسرائيل، إذ أعلن مسؤول إسرائيلي أن حماس رفضت اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأمريكي بعد تلقي رد الحركة عبر الوسطاء. أضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن حماس غيرت كل المعايير الرئيسية والأكثر أهمية في هذا الاقتراح، إذ فقد سلمت حركة حماس والجهاد إذن الوسطاء في مصر وقطر ردها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة. وفي تصريح صحفي مشترك أكدت حماس وحركة الجهاد أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل تام. كما أبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال إن الولايات المتحدة تلقت رد حماس وأنها بصدد مراجعته. أضاف كيربي أنه من المفيد أن تكون حماس قد قدمت ردها على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار. قالت قطر ومصر في البيان إنهما ستواصلان جهود الوساطة مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق. معنا من واشنطن عبر سكايب مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. بيير، تفاصيل أوفى حول رد حماس على المقترح الأمريكي والذي تدرسه إدارة بايدن في هذه الأثناء. من الواضح أن الكثير من الأوساط الإعلامية تريد القول أن حماس وضعت بعض الشروط، وضعت بعض الإيضاحات الضرورية لتطبيق الخطة التي أعلن عنها الرئيس بايدن. الأمريكيون يريدون أن يتمهلوا كثيرا في الرد وإعطاء التفاصيل حول أي رد من قبل حماس، والسبب يعود إلى أن الأمريكيين همهم الأقصى هو وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، وبالتالي لا يريدون الاستعجال والقول أن حماس رفضت أو قبلت أو أي شيء من كل ذلك، لأن المفاوضات ما زالت مستمرة وهي تقوم بها مع مصر ومع قطر. متى من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن طبيعة رد حركة حماس على هذا المقترح؟ ربما لا تعلن بشكل واضح وصريح حول هذا الرد، ولكن كما نتوقع أن تكون هناك الكثير من المباحثات بين الأمريكيين والقطريين والمصريين ومحاولة إيصال رسائل إلى حماس مرة أخرى، وأيضا مفاوضات ومحادثات بين الأمريكيين والإسرائيليين في محاولة أخرى لردم الهوة والتأكد من أن إمكانية الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين ما زالت موجودة. طيب بيير، كان هناك حديث لمسؤول إسرائيلي أن حماس رفضت اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأمريكي بعد تلقي رد الحركة عبر الوسطاء، إلى أي مدى هذا دقيق؟ هل رشحت أي معلومات من هذا النوع؟ هذا الكلام هو كلام الإسرائيليين، وسمعنا منه كذلك عندما أعلن عن التوصل إلى اتفاق من قبل، وقال الإسرائيليون أن حماس غيرت في النصوص، ونحن ما نراه اليوم هو إعادة لنفس السيناريو أو الحدث. لذلك لو عدنا أيضا إلى ما حدث بعد ذلك،
هو إصرار أمريكي على متابعة المفاوضات والاستعانة مرة أخرى بالوسطاء والتحدث مباشرة إلى إسرائيل للبحث في إمكانية تطبيق هذا المقترح الذي أعلن عنه الرئيس بايدن. ربما لن نرى تغييرا واضحا على الأرض خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، ولكن بدون شك أن الضغط العسكري والمفاوضات يعملان في نفس الوقت. شكرا جزيلا من واشنطن، حدثتنا عبر سكايب مراسل العربية بيير غانم. وينضم إلينا من القدس عبر زوم مجدي الحلبي الكاتب الصحفي. أهلا بكم. الولايات المتحدة إذن تدرس رد حماس على مقترح الهدنة في غزة، ما المتوقع من رد الحركة؟ حماس ردت على المقترح الذي مقترح إسرائيل من الأساس. حماس طلبت بعض الإيضاحات بما يتعلق بتواريخ بأيام الجنود أو الذين من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم بعد. حتى هذه اللحظة إسرائيل تدرس رد حماس، ما يقال عن مسؤول إسرائيلي أن حماس رفضت زتنا تقول أن إسرائيل تدرس ملاحظات حماس على هذه الخطة. يجب القول هنا أن خطة بايدن تقضي بنهاية المطاف لوقف شامل وكامل النار بعد إنهاء كل الخطوات التي يجب أن تتم خلال هذه الخطة المفصلة والتي طرحها الجانب الأمريكي، وتتضمن يعني فترة أولى لإطلاق سراح 33 أسير أو مختطف إسرائيلي من المدنيين. إضافة لإطلاق شامل للنار سيد مجدي، تم الحديث عن تعديلات جوهرية يمكن أن حركة حماس قد أدخلت على هذا المقترح، ما طبيعة هذه التعديلات؟ تعديلات جوهرية على مقترح وقف إطلاق النار أو المقترح الأمريكي. المقترح الأمريكي في نهايته هناك حديث عن وقف شامل وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وإعادة إعمار والحديث الذي سلي الحرب. لكن حركة حماس الآن تدخل أو تحاول أن تفهم بعض الشروط المتعلقة بالمرحلة الأولى التي فيها الكثير من الشروط والكثير من الأرقام والكثير من الجمل غير المفهومة لا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية. لذلك هناك بعض اللغط حول رفض أو قبول، ولكن بتالي المطاف كما نفهم أن هناك مفاوضات، والمفاوضات جدية جدا بين حماس والولايات المتحدة عن طريق الوسطاء. إسرائيل وافقت على الطريق التي وضعها الرئيس الأمريكي بايدن والتي تم اعتمادها في مجلس الأمن، وحتى يعني يمكن القول أن الأيام القليلة القريبة ستكون لها يعني أهمية كبيرة من حيث التقدم أو وقف المفاوضات أو تفجير هذه المفاوضات، علما أن الأسبوع القادم هو أيضا عيد الأضحى المبارك. لذلك يعني هذه الأيام الثلاثة التي تسبق العيد ستكون المفاوضات حثيثة جدا، وإذا لم يتوصلوا إلى الاتفاقات الآن ربما بعد عيد الأضحى، ويكون أيام عيد الأضحى يعني أيام لاستكمال المفاوضات التي هي شاقة وصعبة كما تقول كل الأطراف، الطرف الإسرائيلي والطرف الأمريكي والوسطاء في مصر وفي إقليم. طب هذا بالنسبة لرد حماس، ماذا عن الرد الإسرائيلي؟ كيف تقيمونه؟ وإلى أي مدى إسرائيل بالفعل جادة بالمضي قدما في تنفيذ هذا المقترح في حال تسلم رد حماس؟ إسرائيل يجب عليها أن تنفذ هذا المقترح الأمريكي، لأن المتحدة تريد التهدئة، تريد وقف لإطلاق النار حتى ولو كان مؤقتا للفترة الأولى أو للمرحلة الأولى لاستعادة بعض 33 مختطفا وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين منهم أيضا نساء. هذا الولايات المتحدة وهذا ما تضغط به على إسرائيل بشكل دائم وبشكل قوي جدا. أخرى الحكومة الإسرائيلية الحالية بعد انسحاب غانتس أصبحت حكومة يمينية، الحكومة لا تريد أن تذهب إلى أي صفقة، تريد أن تستكمل أو شركاء هذه الحكومة يريدون الحرب. ولكن
ما نعرفه من حول وزير الدفاع ورئيس الوزراء بأن هناك نية لوقف النار مؤقتا أولا والذهاب لصفقة، لأن ضغط الشارع يزداد كثيرا على بنيامين نتنياهو وعلى حكومته، وأيضا خروج غانتس من هذه الحكومة سيجعل الشارع يكون نعم أكثر حدة في الطلب من هذا من الحكومة للذهاب إلى صفقة. أهالي الأسرى يضغطون على نتنياهو من جهة، بنكفير يضغط عليه من جهة أخرى، صحيح، والضغط الأكبر يأتي ضغوط من داخلية الولايات كبيرة على المتحدة. نتنياهو لقبول ويمكن هذا أن المقترح. نرى شكرا جزيلا من القدس عبر زوم، مجدي الحلبي الكاتب الصحفي، شكرا لك. أفادت مصادر العربية بأن غارة إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل قيادي في حزب الله يدعى أبو طالب، وهو المسؤول الأكبر الذي يتم اغتياله من حزب الله منذ 7 أكتوبر. كما قتل قيادي آخر من حزب الله يدعى علي صوفان. الغارة استهدفت منزلا يضم اجتماعا لقياديين من الصف الأول في حزب الله في بلدة جونة بثلاثة صواريخ، وهذا هو الاستهداف الأول لهذه البلدة التي تبعد نحو 25 كيلومترا عن الحدود اللبنانية مع إسرائيل، وهي الضربة الأكبر ضد حزب الله منذ 7 أكتوبر. تنضم إلينا من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف. ناهد، تفاصيل أوفى حول هذه الغارة على جوية، وما الذي أسفرت عنه تحديدا؟ بالفعل سهام، كما ذكرتي هذه هي الضربة الأقوى على جنوب لبنان منذ بداية المواجهات في 8 أكتوبر. وأما بالنسبة لحصيلة هذه الغارة فأدت إلى مقتل 4 قياديين من حزب الله بحسب معلومات العربية. سهام، كان هناك اجتماع أمني على مستوى قياديين من الصف الأول في حزب الله في هذا المنزل الذي تم استهدافه في بلدة جوية، وأدت هذه الغارة إلى مقتل 4 من القياديين، بينهم هو مسؤول وحدة النصر في حزب الله وهو الملقب بأبو طالب يدعى سامي عبد الله، أو عفوا طالب سامي عبد الله، كان معه منذ دقائق حزب الله العربية. طبعا كانت بحسب مصادرها أول من أعلنت عن مقتل الملقب بأبو طالب وهو قائد وحدة النصر، وبحسب المصادر فإن هذا الاغتيال هو الأكبر، وهو أكبر مسؤول يتم اغتياله من قبل إسرائيل منذ بداية هذه المواجهات في جنوب لبنان، ليعود حزب الله منذ دقائق وينعيه في بيان رسمي. أيضا هذه الغارة أدت إلى مقتل 3 قياديين آخرين، بينهم صاحب المنزل الذي كانوا يتواجدون فيه ويدعى علي سلطان، هو صاحب المنزل الذي كان يستضيف هذا الاجتماع الأمني في بلدة جوية، بالإضافة إلى قياديين آخرين عرف منهما حسين حميد وهو ملقب بساجد، كان أيضا أحد القياديين الذين قتلوا في هذه الغارة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. حزب الله قام بتسويق المكان بعد حصول هذه الغارة، كان ضرب طوقا أمنيا كبيرا على محيط المكان. المسيرة ضربت أو أطلقت 3 صواريخ على هذا المنزل، ما أدى إلى دمار كبير في هذا المنزل وإلى مقتل هؤلاء 4 قياديين، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. كانت هناك معلومات تحدثت عن أن هذا الرقم ليس بالنهائي، قد يكون مرشح للارتقاء. طبعا هي المعلومات المؤكدة حتى الساعة عن مقتل هؤلاء الأربعة. هي المرة الأولى التي تقتل فيها هذه البلدة، بلدة جوية، هي بعيدة عن الحدود حوالي 25 كيلومترا. نشير أيضا سهام إلى أنه منذ يومين كان بارزا عدد من الرسائل التي كان تلقاها عدد من الأهالي في البلدات المجاورة لبلدة جوية، تحذرهم من أرقام إسرائيلية، تحذرهم أو تطلب منهم إخلاء المكان. لم تأخذ على محمل الجد بداية، لأنها كانت تتكرر منذ البدايات على شكل مدحة من الأهالي، ولكن اليوم هناك ربط من المصادر بين هذه الرسائل التي كانت تطلب من الأهالي المغادرة وبين هذه الضربة التي كانت قريبة جدا من أو محاذية للبلدات التي أرسلت إليها الرسائل من أرقام إسرائيلية. شكرا جزيلا من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف. لدينا أيضا في أخبار الساعة ترحيل 2000 من المهاجرين من تونس إلى ليبيا باتفاق بين سلطات الحدود في البلدين، وتحذير أممي من تعرضهم لسوء المعاملة. وللمرة الأولى في تاريخ البلد 3 نساء يترشحن لانتخابات الجزائر.
أهلا بكم من جديد. أدين هانتر بايدن بثلاثة تهم تتعلق بالأسلحة النارية، ما يمثل أول إدانة جنائية لابن رئيس في منصبه. يأتي الحكم في وقت يسعى والده للفوز بولاية رئاسية ثانية، والذي أكد أنه سيقبل بنتيجة هذه القضية وسيواصل احترام الإجراءات القضائية فيما يفكر هانتر في الاستئناف. أدين هانتر بايدن الابن الوحيد الباقي على قيد الحياة للرئيس جو بايدن في جميع التهم الثلاث المرتبطة بحيازة مسدس أثناء تعاطي المخدرات. وتوصلت هيئة المحلفين إلى الحكم بعد ثلاث ساعات فقط من المداولات، وتصل عقوبة اثنتين من التهم إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات، بينما تصل عقوبة الثالثة إلى 5 سنوات كحد أقصى. وتحمل كل تهمة أيضا غرامة قصوى قدرها 250,000 دولار. وقالت قاضية المحكمة الجزائية مارلين نويركا أنها ستحدد موعد النطق بالحكم في وقت لاحق. وتشمل قائمة الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم الأسبوع الماضي هيلي بايدن، زوجة شقيق هانتر بايدن الراحل بو بايدن، وغوردون كليفلاند الرجل الذي باع هانتر بايدن البندقية التي كانت في قلب القضية، وابنة هانتر ناومي بايدن. من جهته علق الرئيس بايدن على القرار بالتعبير عن دعمه لابنه، وأكد أنه سيتقبل النتيجة، وقال في بيان بعد صدور الحكم إنه فخور بابنه وبالرجل الذي هو عليه اليوم. وفي معرض تعليقه أيضا على القضية، اعتبر ترامب أن عهد بايدن قد انتهى وأنه لن يتمكن من الوصول إلى الحكومة لخدمة مصالحه الشخصية على حد تعبيره. معنا من أورلاندو عبر سكايب توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي. أهلا بك. أولا، ما مدى تأثير قرار إدانة هانتر على الرئيس بايدن ومستقبله السياسي في هذا التوقيت الحساس من حملته الانتخابية؟ أولا مرحبا لك والمشاهدين الكرام. هلا أنا لا أتصور بأن ستؤثر هذه الحادثة على الرئيس بايدن، لأنه المجموع الكل يعرف الفساد الموجود لدى الرئيس بايدن وعائلته. ولكن الأهم بكل هذه التهم والمحاكمة بأنهم أثبتوا بأن جهاز الكمبيوتر لدى الرئيس نجل الرئيس بايدن هو ليست بدعة روسية، وإنما هي بالفعل تابعة إلى نجله. وهنا السؤال الكبير، وبالأيام القادمة سيتقدم مشرعين ربما يحاسبون 51 شخصية بفترة الانتخابات بال 2020، وهؤلاء الشخصيات كانوا من أجهزة المخابرات السابقة الذين قالوا بأن هذا الجهاز الكمبيوتر ليس هو بدعة روسية. إضافة إلى ذلك، وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين هو الذي كان يدير حملة بايدن بال 2020، وهو الذي طلب من هذه الشخصيات السابقة في هذه الأجهزة أن يمضوا على هذه المكتوب في ذلك الوقت ليقولوا بأن هذا الجهاز تابع للروس وليس لنجده. فهنا يجب المحاكمة. والسؤال الكبير، عندما يذهب أنتوني بلينكين إلى دول العالم للجلوس والتفاوض معهم، كيف باستطاعتهم أن يصدقوه عما يطرح عليهم، وهو الذي كان وراء كذبة جهاز الكمبيوتر لنجل الرئيس بايدن؟ طيب، المنافس الشرس دونالد ترامب، ترامب في معرض تعليقه اعتبر أن عهد بايدن قد انتهى، كيف سيستغل ترامب هذا الحكم؟ أنا بتصور حتى الرئيس ترامب سيستغله، ليس بهذه التهمة بالذات، سيستغله بفساد بايدن وعائلته من الأموال التي اكتسبوها إن كان من الصين أما من أوكرانيا، وكلها كانت بارزة وواضحة في جهاز الكمبيوتر. إضافة إلى ذلك، ربما الرئيس ترامب يعفي نجل الرئيس بايدن من السجن إذا كان قد سجن، لأنه هذا الشيء شخصي، وطبعا هو يعني قام بهذه العملية ضمن المخدرات التي كان يستعملها. أما النقطة الأساسية هنا، كيف سيستغل الرئيس ترامب فساد بايدن على جميع الاتجاهات، وخاصة الدولة العميقة التي دائما كان يتكلم عنها، وكذلك في 2020 ليلة المناظرة بينه وبين خصمه بايدن، عندما قال بأن جهاز الكمبيوتر تابع لابنه، وقال بايدن في ذلك الوقت هذا لا،
هذا بدعة روسية، مما أثرت على الرأي العام الأمريكي في ذلك الوقت، وكثيرين يقولون ربما أثرت على 10% من الأصوات، لربما كانوا عدلوا عن انتخابهم لبايدن إلى ترامب، وهنا سيستعمل هذا الرئيس ترامب في حملته الانتخابية. شكرا جزيلا من أورلاندو عبر سكايب توم حر، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، شكرا جزيلا لك. أعلنت منظمة الهجرة الدولية وصول عدد النازحين في السودان إلى أكثر من 10 ملايين، معظمهم نزح بعد اندلاع الحرب في أبريل من العام الماضي. لا تتسع لهم الشاحنات ولا تكفيهم المؤن، لكن الحرب هنا تزداد ضراوة. في الفاشر إما الفرار أو الموت. في المناطق الشرقية اتجه النازحون غرباً إلى مدينة طويلة على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة، واتجه آخرون في مناطق أخرى إلى مدينة نيالة جنوب دارفور، بينما ذهب البعض إلى مليط شمال الفاشر، وتبقت مجموعة نازحين توجهوا إلى مدينة كتم رغم بعدها الجغرافي وافتقارها لمقومات الحياة الأساسية. وما يزيد من خطورة الأزمة هو تعرض هؤلاء في طريقهم للنهب والقتل. من جهتها وصفت منظمة الهجرة الدولية الأزمة في السودان بأكبر قضية نزوح في العالم، محددة عدد النازحين بأكثر من 10 ملايين. لا تكفي أي مساعدات إنسانية لكل هؤلاء، فالقوافل تنهب، ومسؤولو الأمم المتحدة يحذرون من أن ذلك الكابوس الإنساني قد يؤدي إلى مجاعة كارثية. إلى تونس، حيث يعاني المهاجرون المبعدون من تونس إلى ليبيا من ظروف إنسانية قاسية ويتعرضون لعمليات ابتزاز وفق تقرير سري للأمم المتحدة، حيث يتم احتجازهم في معتقلات وصفتها الأمم المتحدة بالبغيضة. خيرك، لباس لباس خيرك. رحلة البحث عن نجاة قد تتحول إلى كابوس مرعب، فمساحات الأمل قد تسقط البعض في طريق تعبده الرمال وتحفه المخاطر. حال المهاجرين بالطرق غير النظامية إلى تونس وليبيا شرحته الأمم المتحدة في تقرير مسرب لم تنشره علناً وحصلت عليه رويترز. التقرير يقول إن عمليات الطرد الجماعي من تونس إلى ليبيا تؤجج الاحتجاز التعسفي للمهاجرين المرتبط بعمليات الابتزاز وسوء المعاملة، وهي قضايا حقوق الإنسان واسعة النطاق في ليبيا. تشير إحاطة الأمم المتحدة السرية وفق رويترز إلى أن تنسيقاً يتم بين القوات على الحدود في البلدين لإدخال المهاجرين المبعدين من تونس إلى ليبيا، حيث تم نقل حوالي 2000 مهاجر إلى ليبيا ووضعهم في معتقل العسة أو إلى مدينة نالوت في الجبل الغربي، ليتم احتجازهم لعدة أيام ثم يتم نقلهم إلى منطقة بئر الغنم في طرابلس. هذه المواقع صارت مراكز احتجاز معروفة للمهاجرين وصفتها الأمم المتحدة بالبغيضة، حيث سوء المعاملة وعمليات ابتزاز ذويهم لدفع مبالغ تتراوح بين 2500 إلى 400 دولار لإطلاق سراحهم وفق إحاطة المنظمة الدولية. المتحدث باسم الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي قال إنه يشعر بقلق عميق إزاء الوضع المأساوي للمهاجرين واللاجئين في ليبيا الذين يعانون من ظروف إنسانية وانتهاكات للحقوق طوال عملية الهجرة. ثمن باهظ للبحث عن حياة هانئة يدفعه المهاجرون من بلدانهم إلى النعيم الذي يحسبونه. فالناجون من تلك الويلات يصطدمون في شواطئ أوروبا التي قررت استثمار 800 مليون يورو في شمال أفريقيا لوقف تدفقهم نحو مدنها، بل وصارت قضاياهم محركاً أساسياً في الانتخابات الأوروبية ليصبح مستقبلهم أكثر ضبابية بفوز أقصى اليمين المناهض لقوانين الهجرة. ينضم إلينا من تونس
القانوني والمحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح. سيد عبد الحميد، أهلا بكم. تقييمكم لما جاء في هذا التقرير الأممي المسرب وما يتضمنه من وقائع أقل ما يقال عنها أنها خطيرة. بداية، لا يمكن من الوجهة الرسمية أن نطمئن وأن نتعامل مع هذا التقرير على اعتباره يقينيا، باعتبار أنه تقرير قيل إنه سري من جهة أولى، ثم من جهة ثانية قيل إنه مسرب لوكالة رويترز للأنباء، وهو ما يفسر على الأقل الصمت الرسمي سواء من الجهات التونسية أو من الجهات الليبية أو حتى من مبعوث أو من المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لليبيا. كلهم تقريبا تغاضوا عن التعليق عن هذا التقرير، ولكن في المحصلة فإن لهذا التقرير وجهان على الأقل من الوجهة المكانية. هناك مجموعة من الأفعال منسوبة إلى الطرف التونسي والأكثر من ناحية العددية ومن ناحية التأثير والأثر السياسي والإنساني هو الواقع في ليبيا، نسب إلى الطرف التونسي فقط تقريبا. طيب، لكن النقطة المثيرة للاهتمام سيد عبد الحميد، كيف يتم ترحيل المهاجرين من تونس إلى ليبيا بالتنسيق مع سلطات الحدود؟ عمليات تهريب تتم بالتنسيق رسميا، ولماذا ليبيا؟ هذه المعلومة تساق بكل احتراز في ظل الصمت الرسمي التونسي، وأعتقد أن طالما أن تقرير الأمم المتحدة وإن لم يكن يقينيا وإن لم يكن رسميا وعلانيا، فأعتقد أن السلطة التونسية مطالبة بأن تكشف عن وجهة نظرها نفيا أو إيجابا، وفي حالة الإيجاب أن تفسر طبقا للقوانين وطبقا للتراتيب سواء المعاهدات الدولية التي انخرطت فيها تونس أو القوانين الداخلية، بأن تبين الأساس القانوني الذي على أساسه تم إبعاد هؤلاء المهاجرين وتم تسليمهم إلى حرس الحدود الليبي وفقا لما جاء في هذا التقرير المسرب. القوانين التونسية تعطي ضمانات للموجودين على أراضيها سواء كانوا من المواطنين أو سواء كانوا من غير المواطنين، ومن جملة هذه الضمانات القانونية هي أن تقع معاملتهم وفقا للأعراف الدولية ووفقا للمواثيق الدولية. سيد عبد الحميد، كقانوني وخبير في هذا الشأن، يعني نتحدث أن تونس هي من قام أو السلطة التونسية هي من قامت بترحيل هؤلاء إلى ليبيا، عندما نتحدث عن عمليات ابتزاز وسوء معاملة وتعذيب يتعرض لها المهاجرون، إلى أي مدى قد تتحمل السلطات التونسية المسؤولية في ذلك؟ هناك مسؤولية مزدوجة في الحقيقة إذا ما ثبت ذلك. هناك المسؤولية القانونية التي تنظمها المعاهدات الدولية والتي تمنع أي دولة من أن تسلم إلى دولة أخرى أشخاص سواء كانوا من مواطني تلك الدولة أو حتى من غير مواطني الدولتين، طالما أن في تسليمهم ما يمكن أن يشكل خطرا على حياتهم أو انتهاكا لحرمتهم الجسدية. والأهم من ذلك هو الحرج الأخلاقي الذي يكون لتلك الدولة بالنظر إلى أن هناك مسؤولية قانونية والأهم أخلاقية لكل سلطة سياسية تجاه كل من يوجد على أراضيها سواء كان مواطنا أو كان من غير مواطنيها. في انتظار ذلك، أعتقد أن السلطة التونسية مطالبة في القريب العاجل بأن تكشف عن وجهة نظرها وأن تبين ما في هذا التقرير من إضافات إذا كان هناك تزيد، أو أن تفسر الأسباب القانونية والأخلاقية التي قادتها إلى اتخاذ هذه الخطوة في حال ثبت أنها قد اتخذتها فعلا. شكرا جزيلا. من تونس، القانوني والمحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح. دخلت ثلاث جزائريات إحداهن قادمة من قطاع الأعمال إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر للمرة الأولى في تاريخ الجزائر، غير أن حظوظهن تبقى مشروطة بقبول ملفات الترشح.
لم يعهد الجزائريون مشهداً انتخابياً مماثلاً. ثلاث نساء يعلنن لأول مرة ترشحهن لأعلى منصب في السلطة بالبلاد، لكن حظوظهن للفوز بكرسي قصر المرادية تبقى مرهونة بقبول ملفات الترشح وبمدى دعم الناخبين لهن في حال القبول. ويتوجب على كل مترشح جمع 50,000 توقيع فردي في 29 ولاية على الأقل من أصل 58، مع شرط أن لا يقل عن 1,200 توقيع في كل ولاية، أو جمع 600 توقيع لمنتخبين محليين في عدد الولايات نفسها. المترشحات التي جلبن الأنظار هن: الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون، السجينة السابقة التي تصف الانتخابات بأنها موعد حاسم في معركة البقاء. ومن المعسكر اليساري أيضاً سجلت القاضية والمحامية المعارضة زبيدة عسول ترشحها، وهي معروفة بدفاعها عن معتقلي الحراك الذي أطاح بالعهدة الخامسة للرئيس السابق بوتفليقة، وهي تؤكد بأنها ترفض أن تكون أرنب سباق. وفي عالم الأعمال، فقد عبرت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة عن نية ترشحها لتكون ثالث سيدة تدخل غمار الاستحقاق الرئاسي للدفاع عن رجال الأعمال التي قالت سابقاً إنهم يتعرضون إلى ضغوط من ممثلي الدولة. فهل سينجح هؤلاء المترشحات في الوصول إلى خط النهاية وبالتالي وضع بصمتهن في الاستحقاق الانتخابي المرتقب؟ بسمة كريبي، العربية. أكد قادة الإطار الاستراتيجي للدفاع عن شعب أزواد احتفاظهم بتوقيت ونوعية الرد على ما وصفوه بإعلان الحرب من طرف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي. فريق من قناة العربية زار أحد معسكرات التحالف في شمالي مالي والتقى القيادات العسكرية والمقاتلين هناك. نتابع. بعد مسيرة شاقة تلهق حتى رباعيات الدفع، نحن في قلب معسكر تحالف القوى الأزوادية، رغم أن لا شيء غير الدورية التي استقبلتنا يؤشر لذلك بسبب التمويل. هؤلاء المقاتلون العرب والطوارق منضمون تحت لواء الإطار الاستراتيجي للدفاع عن شعب أزواد، الذي يضم حركات حملت السلاح قبل عقود بهدف الانفصال عن مالي. وفي كل مرة توقع اتفاقية سلام ثم تنهار ليبدأ عزو المدافع مجددا، ودورة الصراع الآن تؤذن بحرب جديدة بعد انهيار اتفاق الجزائر. على أكمل وجه من جاهزية موجودين في تراب الوطن بأكملها جنوبا وشرقا وقربا، وجاهزين نستناو ألا الأمر للانطلاق. يقر قادة المعسكر أن المسيرات التركية التي حصلت عليها الحكومة المالية عززت القدرات القتالية للجيش الحكومي وحلفائه، وباتت تعيق تحركاتهم ميدانيا، لكنهم يقولون إنها لن توقف نشاطهم المسلح. نحن متعودون على الحرب مع الجيش المالي، وكثيرا ما طردناه من إقليم أزواد، فهو لا يشكل تحديا لنا، ولكن الإشكال الذي نواجهه الآن هو المسيرات، فهي تعطي الجيش المالي غطاء جويا لا يتوفر لدينا، ولكن مع ذلك فنحن ندرس كيفية التعامل مع المسيرات ومجابهتهم في الأيام القليلة القادمة. رغم مخاطر رصد الكتيبة جوا، نظم قادة المقاتلين استعراضا خاطفا للعدة والعتاد وهم يتأهبون للرحيل. ففي هذا المساء انتهت صلاحية المعسكر المؤقت لدواع أمنية، وسيتحول إلى منطقة أخرى من الصحراء الفسيحة، فمعسكرات الصحراء مثل أهلها لا تنفك متنقلة. إبراهيم مصطفى، العربية، إقليم أزواد، شمالي مالي. لدينا أيضا في أخبار الساعة: ماكرون ينفي تقديم الاستقالة مهما كانت نتائج الانتخابات التشريعية، والصحة العالمية تؤكد حدوث إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في الهند. أهلا بكم من جديد. تشهد الساحة السياسية في فرنسا تحولات جذرية منذ إعلان الرئيس ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة بعد خسارة حزبه في الانتخابات الأوروبية. ورغم التكهنات حول استقالته، نفى ماكرون ذلك، ما يضع البلاد أمام انتخابات حاسمة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في هرم السلطة.
منذ أن أعلن الرئيس ماكرون عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد فشل حزبه في الانتخابات الأوروبية، تسارعت التطورات السياسية في فرنسا. تحركت الأحزاب اليسارية من مختلف الأطياف لتشكيل ائتلاف جديد تحت اسم الجبهة الشعبية للتصدي لتمدد حزب التجمع الوطني من أقصى اليمين. وقد سارع هذا الأخير في المقابل لاستقطاب حزب الجمهوريين اليمين الديغولي. وفي خطوة مفاجئة أعلن رئيس هذا الحزب إيريك سيوتي عن رغبته في التحالف مع حزب مارين لوبين، مما أثار صدمة كبيرة بين أعضائه وأدى إلى انشقاق بعضهم. وفي خضم هذا الاضطراب الذي أصاب المشهد السياسي، ظهرت تكهنات عديدة حول احتمال استقالة ماكرون إثر الإخفاق الانتخابي لحزبه، لكن الرئيس نفى بشكل قاطع نيته الاستقالة مهما كانت نتائج الانتخابات التشريعية بعد أسابيع. ومع استعداد الفرنسيين للعودة إلى صناديق الاقتراع لانتخابات الجمعية الوطنية نهاية هذا الشهر، يبقى السؤال: هل سيتوقف تمدد أقصى اليمين عند حدود الانتخابات الأوروبية، أم أن نجاحه فيها سيمهد الطريق أمامه للدخول إلى قصر الإليزي بعد 3 سنوات؟ زين عدي، العربية، باريس. ونبقى مع باريس والصحفي والمحلل السياسي أسامة حريري. سيد أسامة، أهلا بكم. إلى أي مدى سينجح تحرك أحزاب اليسار لتشكيل ائتلاف جديد للتصدي لتمدد أقصى اليمين في فرنسا؟ نعم، مرحبا. يعني طبعا هي ليست بالمهمة السهلة. حتى اللحظة هناك المفاوضات ما زالت جارية. تم الاتفاق على تقديم لائحة مشتركة تحت اسم الجبهة الوطنية، لكن المفاوضات ما زالت جارية. هناك ملفات عديدة شائكة، هناك خلافات، ولكن اليوم لا خيار أمام اليسار سوى الاتحاد، لأنه في حال لم يتحدوا سيكون يعني ستكون خسارة أحزاب اليسار كبيرة، كل أحزاب اليسار من دون أي استثناء. أما في حال فعلا توحدوا قد يحصلون بحسب استطلاعات الرأي على 25% من الأصوات، وهي نسبة كبيرة، وقد يحل اليسار في المركز الثاني من بعد حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف. لكن كما قلت هناك عوائق عديدة، هناك خلافات حول البرنامج مثلا، هناك خلافات، إذا لدي الوقت لأفوت ببعض التفاصيل. أكيد، هناك خلافات تتعلق مثلا هناك خلافات تتعلق بالتفاصيل حول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. حزب كحزب فرنسا الأبية داعم بشدة لفلسطين إلى أقصى الحدود، أما الحزب الاشتراكي لديه تحفظات عديدة على هذا الدعم الكبير الذي يقدمه حزب فرنسا الأبية. بخصوص الملف الأوكراني، الحزب الاشتراكي مثلا أو حتى حزب الخضر يدعوان سويا إلى تسليح أوكرانيا ودعمها بالمال والسلاح إلى أبعد الحدود، فيما حزب فرنسا الأبية يتحفظ ويقول إنه مستعد لإرسال مساعدات. ولكن طب هذه الانقسامات الداخلية في الصفوف اليمين إلى أي مدى قد تؤثر على تمدده اليوم في فرنسا؟ في صفوف اليسار. في صفوف اليسار، إيه أسامة، تفضل. صح، يعني هذا هو ما قلته، هذه انقسامات في حال لم يتحدوا سويا، في حال لم يضعوا خلافاتهم جانبا ويتوصلوا إلى صيغة معينة، ستكون كارثة بالنسبة لحزب فرنسا الأبية وبالنسبة لحزب اشتراكي وبالنسبة لحزب الخضر وبالنسبة طيب أسامة، رغم الإخفاق الانتخابي، هذه محاولات اليسار لمواجهة اليمين. نعم. أقصى اليمين، لكن رغم الإخفاق الانتخابي لحزب الرئيس ماكرون، لكنه نفى بشكل قاطع نيته الاستقالة مهما كانت نتائج الانتخابات التشريعية. هل هذا كان متوقعا؟ على ماذا يراهن ماكرون في ظل الإخفاق الكبير لحزبه في الانتخابات الأوروبية؟ يعني أنا لا أبالغ إذا قلت فعليا أن ماكرون قام بمقامرة كبيرة جدا وبمجازفة لا نعرف نتائجها. الوضع فعلا خطير. الكثير من السياسيين حتى الأحزاب السياسية وصفت قرار ماكرون بالمتهور. هناك احتمال حقيقي بأن فعلا يصل حزب بأن يحصل ألا أو على الأرجح، يعني حتى استطلاعات الرأي الحالية تشير إلى إمكانية أن يحصل حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف على 35% من الأصوات ليصبح الغالبية في غالبية نسبية في البرلمان، ليس غالبية الغالبية المطلقة ولكن غالبية نسبية. ولكن هذا حتى لو حصل على هذه الغالبية النسبية، هذا من شأنه أن
أن يؤدي إلى سيناريوهين. السيناريو الأول هو حكومة تكون هناك حكومة يترأسها مثلا جوردان بارديلا من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وهذه ستكون فعليا كارثة بالنسبة لفرنسا. والسيناريو الثاني هو أن يكون هذا الحزب في البرلمان يعمل يعني يعمل على تعطيل كل مشاريع القوانين. وفي كلا الحالتين فعليا الوضع سيكون صعبا جدا. إيمانويل ماكرون اتخذ قرارا يعني طيب أسامة، السؤال الذي يسأله الجميع المجهول، هل سيتوقف؟ رفض الاستقالة لأنه يدرك فعلا أنه لن ينتصر في الانتخابات. طيب نعم. انطلاقا من ذلك، هل سيتوقف تمدد أقصى اليمين عند حدود الانتخابات الأوروبية، أم أن نجاحه في هذه الانتخابات يمهد له الطريق أمام قصر الإليزي بعد 3 سنوات؟ يعني إذا قارنا أين كان حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف وأين صار اليوم في فرنسا، الاستنتاج الوحيد أن هذا التمدد لن يتوقف لعدة أسباب. هذا التمدد لن يتوقف لأن الشعب الفرنسي، جزء كبير من الشعب الفرنسي سئم فعليا من سياسات الحكومات المتتالية وفقد الأمل، ويعتقد أن ربما حزب التجمع الوطني سيكون حلا. هذا الحزب سيستمر في التمدد لأن المشاكل التي تعاني منها فرنسا فعليا لا تتحسن، وهذا يعني هذه دينامية هذا الحزب التي تتمدد ليس فقط في فرنسا، في معظم الدول الأوروبية، لن أقول كل الدول الأوروبية لأن في بعض الدول الأوروبية خسرت أحزاب اليمين المتطرف، لكن في معظم الدول الأوروبية، في الدول الكبيرة كألمانيا كإيطاليا، هو فعلا هذه الأحزاب الشعبوية تتمدد بسبب يعني بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان، بسبب فشل الحكومات إن كانت يسارية أو يمينية في الاستجابة لمطالب الناس ومطالبهم الحقيقية، وأيضا بسبب يعني يمكننا القول الاحتيال الذي تقوم به هذه الأحزاب، أحزاب اليمين المتطرف التي تبيع الأحلام للمواطنين بالقول بأنهم سيقفون الهجرة بشكل تام. مستغلتا الأوضاع التي يعاني منها الفرنسيون. أمر معقد جدا. شكرا جزيلا لك من باريس، صحفي والمحلل السياسي أسامة حريري، شكرا لك أسامة. أطلق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك برنامج حزبه المحافظ الانتخابي، يراهن سوناك على التخفيضات الضريبية لتجديد جاذبية حملته المتعثرة وتخلف حزب العمال بفارق أو تخلفه هو حزبه عن حزب العمال بفارق 20 نقطة مئوية. تخفيضات ضريبية كبيرة وتعهدات يكشف عنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع تسجيل ارتفاع طفيف في معدل البطالة. أبرز وعوده تخفيض التأمين الوطني للمرة الثالثة بمقدار 2% للموظفين وإلغاؤه كاملا للعاملين على حسابهم الخاص، كما أعلن عن مساعدات من بينها دعم الأسر والمتقاعدين والمشترين الجدد للمنازل بتكلفة تتجاوز 17 مليار جنيه. سنمول تكاليف التخفيضات الدائمة في الضرائب من خلال السيطرة على الارتفاع غير المستدام في مزايا الرعاية الاجتماعية لمن هم في سن العمل الذي انطلق منذ الوباء. حزبنا يعتقد أنه من الصواب أخلاقيا أن يعمل كل من يستطيع أداء عمل وأن يمكن العمل باحتفاظ الناس بالمزيد من أموالهم الخاصة، لذلك فإن مستوى المساعدات سيكون أقل للتشجيع على العمل حتى نتمكن من خفض الضرائب. الهجرة القانونية وغير القانونية برزت أيضا في برنامج سوناك، إذ سيكون على البرلمان تحديد حد أقصى للهجرة وحصرها في نصف معدلاتها سنويا. وبخصوص قوارب المهاجرين غير الشرعية، وجه سوناك مناشدة إلى الناخبين حملت تحذيرا أيضا لمهرب البشر ومن يحاول عرقلة خطة الترحيل إلى رواندا. إذا صوتوا لصالح المحافظين في 4 يوليو، فإن الرحلات الجوية التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين ستغادر في يوليو أيضا لتكون رادعا لوقف القوارب. وعندما يعرف المهاجرون أنهم إذا حاولوا المجيء إلى بلدنا بشكل غير قانوني فلن يتمكنوا من البقاء، وهذا سيثنيهم عن المجيء. وإذا اضطررنا للاختيار ما بين أمننا واختصاص محكمة أجنبية بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فسنختار دائما أمن أمتنا.
في السياسة الخارجية كانت لسوناك رسالة إلى ما وصفها بالدول الاستبدادية بأنه سيعمل مع الحلفاء لوقف أي محاولات لزعزعة الاستقرار العالمي تحت قيادته وليس تحت كير ستارمر زعيم العمال المشكوك فيه حسب تعبيره. رمى سوناك بثقله على التخفيضات الضريبية لإنعاش فرص بقائه في السلطة مع تراجع شعبية حزبه المحافظ أمام حزب العمال، واعترف بمدى إحباط الناس من حزبه وأن الأمور لم تكن سهلة، لكنه شدد على أن حزبه وحده يملك في هذه الانتخابات أفكاراً جيدة لجعل البلد مكاناً أفضل للعيش فيه. مصطفى زارو، العربية، لندن. تتسارع جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا رغم استمرار الحرب. مؤتمر إنعاش أوكرانيا في برلين ناقش زيادة الاستثمارات من القطاعات الخاصة إضافة إلى مساعدات للدول الصديقة لأوكرانيا. عقود استثمارية وتعهدات بمساعدة أوكرانيا على إعادة الأعمار حصل عليها الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر إنعاش أوكرانيا هنا في برلين رغم استمرار الحرب في بلاده. الرئيس الأوكراني الذي واصل العاصمة الألمانية وكان في استقباله المستشار الألماني امتدح برلين ووصفها بأنها رائدة في تقديم أنظمة دفاع جوي، قال إنها مفتاح التصدي لروسيا داعيا الدول الصديقة لأن تحذو حذو ألمانيا. المستشار أولاف شولتس بدوره جدد تأكيد دعم كييف مهما تطلب الأمر، ووصف مؤتمر السلام في سويسرا بعد أيام بأنه خطوة أولى نحو السلام، مؤكدا بأن لا أحد سيفرض شروط إنهاء الحرب على أوكرانيا. ورغم هذا الترحيب الألماني الكبير بالرئيس الأوكراني كان الترحيب به أقل حفاوة في البوندستاغ، حيث ألقى زيلينسكي كلمة وسط مقاطعة 73 نائبا من أصل 77 من نواب حزب البديل لألمانيا بعد أن أصدر الحزب الذي يدعو لإعادة العلاقات مع روسيا توجيها لهم بالمقاطعة. والحزب المصنف يميني متطرف كان قد حل ثانيا في الانتخابات الأوروبية التي جرت قبل يومين متقدما على الأحزاب المشاركة في الحكومة هنا. أعلنت منظمة الصحة العالمية اكتشاف إصابة طفل في ولاية بنغال الغربية في الهند بفيروس إنفلونزا الطيور. كانت الصحة العالمية أعلنت الجمعة الماضية أن رجلاً أصيب بفيروس إنفلونزا الطيور في المكسيك كأول إصابة بشرية مؤكدة بهذه السلالة، حيث توفي نتيجة عوامل عدة. أشارت المنظمة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل إضافية بشأن إصابته ووفاته. أعلنت شركة أبل الأمريكية عن إطلاق نظامها أبل إنتليجنس الهادف إلى تحسين استخدام مختلف أجهزتها بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي. بهذا المقطع الدعائي أعلنت شركة أبل التحاقها بركب الذكاء الاصطناعي بعد أن أطلقت نظامها الجديد أبل إنتليجنس الذي يدخل بكافة تطبيقاتها بما في ذلك المساعد الصوتي سيري. أنشئ لي موعداً للتنزه غداً الساعة 9 صباحاً. تم جدولة التنزه سيراً على الأقدام من الساعة 9 صباحاً حتى 11 صباحاً. نظام جديد سيتمكن من التحكم بمختلف التطبيقات والبرامج، يتيح بذلك للمستخدم قدرات هائلة في التحكم بالنصوص والصور والرسائل وإدارة المعلومات والبيانات الشخصية. ليس ذلك فحسب، بل أعلنت أبل عن شراكة مع أوبن AI لدمج تطبيق تشات جي بي تي في أجهزتها، ما يجعل النظام أكثر ذكاءً وتطوراً. شراكة بدت مريبة لامبراطور الفضاء وتسلا وصاحب تطبيقي إكس وجروك، حيث وجه انتقادات لاذعة لهذه الشراكة وعبر عن خشيته من احتمالية تسريب البيانات، مهدداً بحظر أجهزة أبل من شركته. من السخيف أن أبل ليست ذكية بما يكفي لدخول مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك فإن الشراكة التي أعلنت عنها مع OpenAI ما هي إلا ارتباط سيشكل خطراً أمنياً حقيقياً يتمثل بتسريب البيانات والمعلومات. منافسة شديدة تحتدم في الواقع الافتراضي بين أبل وتطبيقات أخرى دخلت المجال مؤخراً، فمايكروسوفت كانت قد أعلنت سابقاً عن خطواتها القائمة على دمج أجهزة الكمبيوتر بالذكاء الاصطناعي، وتمثل ذلك بتقديم مساعدها كوبايلوت الذي يعزز استخدام الحواسيب بدمج تقنيات حديثة معه.
أما جوجل فأطلقت في 8 فبراير تطبيق جيميناي كمنافس أساسي لأوبن إي آي وتطبيقها تشات جي بي تي، فيما ذهب ماسك بتطبيقه الخاص جروك. وفي نهاية أخبار الساعة تذكير بأبرز العناوين. الولايات المتحدة تدرس رد حماس على مقترح الهدنة في غزة، وحماس تؤكد أن ردها يدعو لوقف الحرب بشكل تام. إسرائيل تغتال قائد وحدة النصر في حزب الله، هو أكبر قيادي قتل من حزب الله منذ 7 أكتوبر. إدانة نجل الرئيس الأمريكي في قضية حيازة سلاح ناري مع احتمال الحكم عليه بالسجن ل25 عاما. عدد النازحين في السودان وصل إلى 10 ملايين مع تجدد معارك الفاشر شمال دارفور. بهذا وصلنا إلى ختام أخبار الساعة لليوم، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.